للفلسطيني دوما مسار مختلف في الحياة إلى أن يموت، ففي العالم يدفن المرء مرة واحدة إلى الأبد، لكن في غزة قد يكون قدرك أن تدفن مرتين، تماما كما كان قدر هؤلاء الشهداء. 12 شهيدا دفنوا في ساحة مستشفى الأمل بخان يونس في وقت اجتياح المدينة قبل نحو 3 أشهر. وقتها حاصرت مدرعات الاحتلال كل مداخل ومخارج المستشفى، فلم يسمح لجريح بالدخول ليعالج ولا لشهيد بالخروج ليشيع، ليضطر القائمون على المستشفى لدفن جثامين الشهداء في ساحتها في ظروف قاسية. وما إن عادت المستشفى للعمل بعد ترميم أجزاء منها، سارع الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء وتسليمهم لذويهم لدفنهم بعد ذلك في المقابر المتعارف عليها. توجهت جمعية الهلال الأحمر ومستشفى الهلال الأحمر إلى الدفاع المدني باستدعائها لانتشال جثامين الشهداء المتواجدين في مستشفى الهلال الأحمر مستشفى الأمل وجمعية الهلال الأحمر، وتوجهت طواقم الدفاع المدني على الفور لانتشال جثامين الشهداء. تم انتشال حتى هذه اللحظة 8 شهداء والمتبقي 4 شهداء. يبدو المشهد قاسيا على ذوي الشهداء، فإخراج الميت من مسكنه الأخير ليس أمرا هينا، لكنه فعل الاحتلال الذي يؤلمك في كل مرة. غزة العلول، رؤيا، قطاع غزة.